ده عيسى؟ اه. خايفة تردي طبعا عشان انتي قاعدة معايا. لا مش هرد عليه عشان ما بقاش في حاجة اقولها له. اوكي. عرفت ان هو كان هنا قريب. صحيح. جه عشان يشهد في المحكمة ضد نعيم. اتقابلته؟ نص ساعة تقريبا. طيب. عارف بقى ان انا اتقدمت لك؟ لسه. خايفة منه؟ قلت لك قبل كده ما تخافيش طول ما انا معاكي. اه بس انت لسه ما بقتش معايا. انا عارف ان ماما اتاخرت شويه في الرد. مكسوف تقول انها رفضاني؟ لا مش بالظبط، بس تقدري تقولي ان هي اتفاجئت. كمل. اتفاجئت ازاي؟ انت عايز تتجوز واحده زيي. على فكره معذوره وعندها حق، عشان هي لسه ما حبتكيش زيي. طيب بس انا امي بدات تفهم ان اهلك مش موافقين. طيب انت فاهمها ان هي مستنيه وقت مش اكتر، وبعدين مش كل اهلي مش موافقين. رانيا اختي معايا جدا وعماله بتضغط معايا الماما عشان تقتنع. رانيا؟ ايوه رانيا دي مستغربه. رانيا اكتر واحده في العالم يهمها ان احنا اتنين نتجوز، عشان عيسى يفضلها لوحدها. ايه هو الموضوع لسه فارق معاكي؟ لا مش فكره كده، انا بس ما مستغرباك يعني ازاي مش فارق معاك حاجه زي دي؟ لا مش معنى اني عارف يبقى انا موافق. طبيعي الواحد بيقابل حاجات في حياته كده يحاول ياخدها لمصلحته ويستغلها. يعني انت بعد ما هنتجوز مش هتسيب عيسى يتجوز رانيا صح؟ على جثتي. ليه؟ ما رانيا نفس ظروفك وعيسى نفس ظروفي. ايوه يا ساره، بس الفرق كبير قوي قوي. انا هشرف عيلتكم، واكيد انا مش داخل اتجوزك عشان طمعان فيكي. شايف ان عيسى طمعان في رانيا؟ اكيد هيلجأ لها بعد ما تسيبيه، وساعتها للاسف هلاقيني واقف قصاده. بس انت طبعا مش مفهم رانيا ده دلوقتي. مع الوقت هتعرف وهتفهم كل حاجه. انا اتكلمت مع ابويا، من الاخر كده احنا الاثنين رافضين الجوازه دي اصلا. بص هو شايف ان الطلاق مش حل، بالعكس هو شايف ان انتوا تبقوا مع بعض كده لفتره عشان تتاكدوا بنفسكم ان العلاقه دي ما كانتش تنفع من الاول. شوف يا شريف، احنا هنجيب المأذون ونكتب الكتاب ونبقى ناخد كام صوره كده عشان نحطهم على الفيسبوك عشان كل الناس تعرف انكم اتجوزتوا. امتى؟ اول ما تسلمني اصل الفيديو. ليه سكت ليه؟ هسلمك اصل الفيديو يوم ما نكتب الكتاب عندكم في البيت. وانا ان شاء الله بقى اللي يضمن كلامك ده. والدك يضمني. هتصل بيه واخليه يضمني عندك. ومش هخرج من بيتكم غير والفيديو معاك. يعني ايه مش عايزه تقعدي معاه؟ انت عندك بيت تاني غير هنا؟ هأجر شقة قريبة من هنا. ليه بقى إن شاء الله؟ هو البيت هنا كان اشتكلنا منك؟ ما احنا طول عمرنا قاعدين فيه كلنا مع بعض ومكفينا. يا ماما أنا مش هقدر أقعد مع وسيم في نفس البيت، ولا هقدر أقول له يمشي، شقته وعيادته هنا. آه. خايفة تشوفيه بالصدفة؟ تحسي إنك لسه عايزاه؟ وإنك اتسرعتي إنك اتطلقتي منه؟ بلاش يا ماما والنبي الكلام ده، مشي. ماشي. هسكت. بس مش هسيبك خالص انك تقعدي في شقه لوحدك، وخصوصا في الظروف اللي انت فيها دي، وانت لسه ما فوقتيش من صدمه الطلاق. ماما. افندم. ياسر ومامته جم بره. ازاي؟ فجأة كده؟ لا مش فجأة يا ماما، ما انا قلت لك امبارح ان هما جايين النهارده. لا، قلتي انك لسه هتأكدي على الميعاد. ما هو بعت لي رسالة على الموبايل يا ماما، وانا ما خدتش بالي منها غير دلوقتي. متأكدة بقى إنها جاية تطلب إيدك؟ أيوة طبعًا، أمال يعني جاية تقولي إنها رافضة تخطبني لابنها؟ يلا. قوم.
على فكرة يا أمي هم على قد حالهم، بس هم ناس كويسين جدا وربوا بنتهم كويس جدا على فكرة. بنت مؤدبة وهادية. نفسي أصدقك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اتفضل حضرتك. ماما كان نفسها تيجي من بدري، بس حضرتك عارفه ان كان عندنا شويه ظروف هي اللي منعانا. انت فاطمه ماما ساره كانت شايفه ان حضرتك لازم تيجي تحضري معانا الفتحه. والله الاصول بتقول كده، واحنا كمان بنفهم في الاصول. ياسر فاجئني بالموضوع، قال لي انه بيحب ساره واتمنى هي كمان تكون بتحبه. وعموما احنا عندنا فتره الخطوبه نتاكد من الكلام ده. ايوه طبعا يا ماما، بس دي حاجه انا متاكد منها اصلا يعني، ما تقلقيش. وانا شايف ان احنا ممكن نعمل الاسبوع الجاي كده الخطوبه ونلبس دبل. صح الحقيقه ما ينفعش، صعب قوي لان اختها لسه متطلقه بقالهاش كام يوم. ما قلتليش ليه يا ياسر؟ ايوه امي يعني ما جاش وقت يعني. خلاص ناجل الموضوع ده، مش وقته. الحقيقه انا كمان شايفه كده. لا ليه يا طنط؟ ليه؟ يعني ساره ذنبها ايه؟ انا شايف بالعكس ان احنا ممكن حتى ممكن نعملها عائليه كده على الضيق ونعملها عندنا في الفيلا. صح؟ ناخد راي اختها. انا موافقه. مريم اختي. ازيك يا فندم؟ ازيك؟ والله يا مريم كتر خيرك، جيتي في الوقت المناسب. دلوقتي بقى نقدر نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. استر يا رب، فركش الخطوبة من عندك يا رب. مش معقول، أكيد اللي بيحصل ده مش صح أبداً. أنا عارف، بس إيه اللي خلاني أشوف ياسر وأمه هما طالعين لفاطمة؟ شكرا يا عم على المقابله الحلوه دي. ما اقصدش يعني، انا قصدي اقول لك إيه، انت ما قلتش يعني انك جاي النهارده. وانا ما كنتش اعرف ان انا جاي، بس بصراحه الدنيا عكت قوي سفك. ازاي؟ عصابه وماسكه الحسابات بتاعه الاوتيل، لو كنت فضلت يومين اتنين كمان كانوا لبسوني قضيه. تقدر تقول كده ان انا نفدت بجلدي. الحمد لله انها جت على كده. قول لي اخبار ساره ايه؟ ساره كويس؟ عرفتش هي ليه ما كانتش بترد على تليفوناتي؟ فعلا لا ما عرفتش ازاي يعني؟ ما عرفش يا اخي. الله، وفي ايه؟ انت بتسالني انا؟ ابقى اسالها هي لما يمشوا. لما يمشوا؟ هما مين دول اللي يمشوا؟ هما مين دول ايه؟ هو انا قلت لما يمشوا؟ قلت. انت ودانك اتسدت من تراب السفر. ليه وانا جاي على جمل؟ بقول لك ايه، انت تاخد لك دش حلو كده على بال ما احضر لك العشاء. بابا ايه تاني؟ انت مخبي عني ومش عايز نعرفه. شرفت وغنيت. تسلمي. بعد اذنك يا طنط، بكره اعدي على ساره واخدها عشان نجيب الشبكه. ان شاء الله. ايه ده؟ عيسى الحمد لله على السلامة. أنت خدت أجازة من سفاجة ولسه راجع؟ وأنت بقى إيه اللي جايبك هنا؟ هو باباك ما قالكش، ده قابلنا وإحنا طالعين فقلت أكيد يعني هيقول لك. يقول لي إيه؟ بعدين يا ابني نبقى نكمل كلام. وما نتكلمش دلوقتي ليه؟ لا ممكن نتكلم عادي.
بارك لي بقى يا عيسى عشان انا كنت موجود النهارده وبقرا فتحة سارة. انت بتقول ايه؟ خالتي الكلام اللي بيقولوه ده بجد؟ كل شيء اسمه نصيب يا ابني. نصيب ايه؟ سارة دي خطيبتي. انت عارف ان سارة عمرها ما كانت خطيبتك. سارة عيب بقى. تفتكر يعني ينفع تخش كده على خطيبتي وانا واقف؟ انت عايز مننا ايه؟ انت تاخد بعضك وما تشوفش وشك هنا تاني. يا ابني اللي خرجك دلوقتي بس تسهل. اوعى نسيب دي. اسمع كلام باباك وخليك جنت. تفتكر يعني هسيبك تخش كده على خطيبتي؟ خلاص خلاص يا جماعه مش كده. في ايه؟ في ايه؟ قال لك يا عيسى خليك جنتلمان. خلاص يا استاذ ياسر حضرتك اتفضل مع ماما تحت وانا ههدي. عن اذنكم. يلا. ليه؟ عشان الدنيا اللي حلفت تحرمنا من بعض. انهي دنيا؟ اللي عشنا طول عمرنا نحلم بيها؟ لا الدنيا التانية اللي ما ادتناش فرصة نحلم بأي حاجة. مش هنستنى حد يدينا الفرصة، احنا اللي هنعملها لنفسنا. مش ده كلامك من واحنا في ثانوي؟ كنت صغيرة ما كنتش فاهمة ان الفقر هيفضل لاوي دراعنا وكاتم على نفسنا وشايل ايدينا. وما عرفتيش ان احنا فقراء غير لما شفتي فلوس ياسر؟ من زمان قوي عايزة انا بغرق وبعافر، بس خلاص ما بقتش قادرة افضل ماسكة في ايديك واغرقك معايا. وديكي مسكتي في ايد ياسر وفلوسه. لو كنت ناوية ابيعك بالفلوس كنت خدت المليون جنيه بتوع مها وبرضه رحت لياسر، او كنت وافقت عليه اول مره طلبني فيها. وايه اللي خلاكي استنيتي لغايه دلوقتي؟ كان عندي امل استغنى عنه، كان عندي امل احنا الاثنين نلاقي شغل ونسدد ديوننا ونتجوز. كل مرة الدنيا كانت بتضربنا على دماغنا ضربة أقوى من اللي قبلها. حسيت فجأة إني مملكش أي حاجة في الدنيا غير حب ياسر لي. وحبي أنا. وفر واحدة تانية تقدر ترحمك من الذل اللي شفناه سوا. عايزاني أبيع نفسي بالفلوس أنا كمان؟ بالعكس بالعكس يا عيسى، أنت كده هتشتريها وليه اديتيني نص الدلاية وأنا مسافر؟ عشان كان عندي أمل أستناك لما ترجع. وما قدرتيش تستني؟ يمكن مع الوقت تفهم إني عملت ده علشان إحنا الاتنين. عملت ده عشانك انت لوحدك. عمرك ما ظلمتني وانا معاك يا عيسى. ما تظلمنيش وانت سايب. انت اللي سبتيني. محدش في الدنيا دي ظلمني قدك. انا مش هطلب انك تفضل تحبني. بس عشان خاطري. ما تكرهنيش. شو انها بتحسسيني لسه بتحبيني، عشان كده هتبقي خونتي وخونتيني.